في حي الجمالية الذي اشتهر ببطولاته عبر التاريخ والتي لا تزال تذكرها جدران المباني التي تسجل الحضارات الإنسانية، وفي حارة البركوكية تحديدا التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى سيف الدين بركوك قائد جيش مصر في عصر الأمراء الشراكسة، والذي أنقذ مصر من فتنة في ذلك الوقت وتولى الحكم بمطلب من الأمراء. ولد بنفس الحارة المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. ولا يخفي على أحد أن هناك أوجه شبه جمعت بين المشير السيسي والزعيم الخالد جمال عبد الناصر الذي تربى بالجمالية في حارة خميس العدسي على مقربة من منزل السيسي. أنا أم حسن نجاح بنت الحاجة أم عرفة الله يرحمها، هي اللي مولدة من أمه، هي المولدة الفريق عبد الفتاح السيسي. أيوه ابننا، ده ابننا وابن حتتنا، ابن حتتنا الست دي، الست دي هي اللي مولدة من أمه. تمام. حضرتك عشرتي المشير هنا في المنطقة؟ أيوه ابننا، هو ما خرجش لما اتخرج بس من هنا، أما اتخرج من الكلية وبرضو أبو شادي، أبو شادي مواليد حتتنا هنا برضو، إبراهيم أبو شادي الوزير، وزير التموين. أبو شادي ابن عم السيسي؟ لا مش ابن عمه، لا بس هم ساكنين كانوا مع بعض ومولودين مع بعض، وأمي برضو اللي مولدة من أمه. وجمال عبد الناصر كان السيسي هنا برضو؟ وجمال عبد الناصر هنا في حارة اليهود كان. ايوه. طب احكي لنا عن مشير عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي كان ابننا بقول لك، ومشي هو بعد ما اتخرج. تمام. بعد ما اتخرج. هنا حضرتك كام سنه؟ انا عندي 60 سنه. تمام. انا عندي 60 سنه. وهو مولود هنا، مولود من مواليد حتتنا. وهو وابوه واخواته كلهم. طب المشير اترشح هتنتخبيه ولا لا؟ لا حبيبنا، ابن حبيبنا، اول واحده انا اروح. طب ليه هتنتخبيه؟ هو كويس، هو كويس ابننا، وكويس كويس وعيلته كويسه، وامه موجوده كويسه من حتتنا برضو، مواليد حتتنا دي. لا مشوا من اول عيالهم ما اتخرجوا. هم حتتهم دي، مسقط راسهم وراس جدودهم. بيت السيتي موجود اهو في الحته وعارفينه، يعني كان بيتهم جاء قدامه على طول. حضرتك عندك كام سنه؟ انا لا اكتر بقى، جه 70 80 قولي. ايوه قديمه انا. ايوه شفتهم ده ما شاء الله عليهم، كل عمرهم ناس كويسة، ناس كويسة يعني. أبوهم كان راجل طيب، الراجل الكبير. كان بيشتغل إيه؟ كان بيشتغل إيه حاجة عم حسين؟ بتاع أرابيسكو. في خل الخليلي. أيوة أعرف إن هم في خل الخليلي. أيوة رشح ده ابننا. ناس طيبين قوي بصراحة، ناس طيبة يعني، تمام التمام. طب والسيدة حرم؟ كلهم هي العيلة دي أحسن عيلة. كلهم علاقتهم يعني احنا في المناطق الشعبية عارفين احنا بتبقى علاقات الود. لا 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 أحسن عيلة، كويسين وناس محترمة. دي عمتي كانت بتولدهم، بيبعتوا لهم عمتي أمها مولدة. شبه كبير بينه وبين جمال عبد الناصر. لا لا الحاجتين. من المنطقه بتاعتنا، ابن الجماليه زي جمال عبد الناصر، ونفعنا كتير قوي، انقذ مصر، انقذنا كلنا. الاجانب بيخشوا البيت وبيصوروا وبيكلمونا وبيخشوا الشقق هنا على طول، بيترددوا في الشهر مره واتنين. انا شفت السياح دخلوا البيت بيخشوا يصوروا نجمه داوود، بيشوفوا البيت قديم ولا جديد، بيشوفوا الطوب بتاعه،
بيتكلموا معانا انتوا عاصرتوا العصير ده، احنا طبعا ما عاصرناش، احنا بنسمع، جينا هنا لقينا البيت كل اللي بيجي يجي يتردد على البيت هنا. يعني ورثتوا في البيت؟ البيت بتاع جدتي، شقه جدتي، امي متجوزه هنا اصلا. تمام. يعني بيت واحنا محتفظين بالبيت. تمام. ومولودين هنا. البيت من زمان اسال، وزي ما انت شايف حضرتك قديم، واحنا بنجدد في كل يوم حاجه. بص السقف، المنطقه طبعا كله احنا عارفين خرنفش الجماليه. يعني دي انا عايزاكي تيجي تقفي في البلكونه عندنا هنا، احنا كاننا في ميدان عمومي زي العتبه واكتر. موافقه، هو منقذ مصر ونفع وخدم مصر في حاجات كتير. ونفس جمال عبد الناصر، طبعه طبعه وحركته واسلوبه كده. عشان ايه؟ عشان هو بيحمينا. بيحمينا من مين؟ بيحمينا من مين؟ الحاجات الوحش. احنا بنحبه قد ايه؟ قد الدنيا. ولما نيجي نقول عايزين مين؟ سيسي. طب قولي تسلم الايادي. قولي يلا اغنيه تسلم الايادي. تسلم الايادي، تسلم يا كيش بلادي مصر. امي كانت بتحكي، كانت بتقول احنا جينا ودخلت شقه الجيران دولم وشفت صوره جمال عبد الناصر الكبيره كانت عندهم. امي كانت بتقول لنا واحنا صغيرين، وبتقول ان كان يعني كانوا بيحكوا عنه ان هو كان ساكن هنا، وكانوا بيجوا الاجانب يصوروا كل شهر مره ومرتين، وقالت ان احنا عايشين في بيت اثري، يعني كانوا بيجوا يخبطوا علينا على فكره ويجوا، بس كانوا بيصوروا الشقه اللي قدامنا. واخويا متصور، ليه اخ من اخواتي الصغيرين متصور هنا لانه بيت قديم. يعني احنا فرحانين ان احنا عايشين في بيت جمال عبد الناصر. اقول له ربنا يوفقه ويمسك مصر ويعوضنا عن اللي فات، واول حاجه ينتبه لها هي مصر، هي مصر هي المبدا الاول. مش عايزين يعمل زي اللي فاتوا يمسكوا بلاد تانية ويسيبونا احنا، وينتبه للناس المساكين اهم حاجه، اللي مش لاقيين، الشباب اللي مش لاقي، اللي مش لاقي سكن. يعني كل اللي بيحصل في الدنيا في مصر دي بسبب قله مفيش، السرقه قله مفيش، القتل قله مفيش، الشقق وكل ده قله مفيش، الاغتصاب قله مفيش. صح، لو كل شاب عنده كل حاجة مباحة ليه ان يلاقي شقة ويلاقي عمل ويلاقي شغل وهيلاقي قرش حلال، عمر اللي بيحصل حاليا عمره ما هيحصل تاني ابدا.